avec des pilotes et des projets concrets. Bienvenue à vous. توفر رقمنا خزانا مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب. ومن خلال هذه الاستراتيجية اللي تصد لها من طرف الحكومة 11 مليار ديال الدرهم ما بين 2024 و 2026، كتهدف الحكومة إلى تكوين 100,000 شاب سنويا في المجال الرقمي عوض 14,000 سنة 2022، وتضع هدف تشغيل 240,000 في القطاع الوطني الرقمي. حضرة السيدات والسادة، قصد بث دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي، كتعتمد استراتيجية رقمية 2030 التي نبسط مضامينها اليوم عددا من الروافع والآليات، منها الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية يعني الاوت سورسينج والتصدير الرقمي، وتعزيز منظومة المقاولة الناشئة يعني الستارت اب من خلال إطار قانوني يدعم نموها دوليا وييسر وصولها إلى الصفقات العمومية، وكذلك اعتماد آلية التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاريع اللي هما طوال دورات حياة المقاولة الناشئة. غير أن إنجاح هدف التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى القدرة ديال بلادنا على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة كميا ونوعيا. لذلك بدأت الحكومة إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية ابتداء من سنة 2023، في أفق مضاعفة عدد الخريجين المكونين في مجال الرقمنة في التعليم العالي 3 مرات بحلول سنة 2027. كما وقعت المملكة العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددات الجنسية الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز رأس المال البشري المحلي. إن شاء الله مراسم الإطلاق الرسمي ديال الاستراتيجية ديال المغرب الرقمي 2030 بحضور قوي ديال مختلف الفاعلين في القطاع العام والقطاع الخاص. استراتيجية طموحة للهدف الأول ديالها هو رقمنة الخدمات العمومية المغربية، لاش باش نجودوا هذه الخدمات باش نقربوها للمواطنين باش يبداو يستعملوها ويستافدوا منها ونقلصوا أجل المعالجة ديال الخدمات ديال العمومية. الهدف الثاني ايضا هو اننا تنميه الاقتصاد الرقمي لبلادنا باش يولي المغرب بلد منتج للتنميه الحلول الرقميه المبتكره، وايضا نخلقوا فرص شغل للشباب المغربي، 240,000 فرصه شغل مباشره وقاره في افق سنه 2030 باش الشباب يقدروا يستافدوا من هذه فرص الشغل. غنشتغلوا ايضا على تكوينات جامعيه، اعاده التاهيل في مختلف جهات المملكة. الهدف هو تكوين حتى 100,000 شابة وشاب في مجال الرقمنة في أفق 2030. أيضا تغطية التراب الوطني كله بالإنترنت المناطق النائية، تقوية الألياف البصرية وإدخال خدمات 5G.